اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام الى جوله صحفيه جديده مع ابرز ما جاءت به الصحف المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحدى القواعد الجويه بالمنطقه الغربيه اهتمامات الصحف، ونقرا من الاهرام: الرئيس يتفقد الحدود الغربيه، لا تهون في الدفاع عن الوطن والحفاظ على كرامه الشعب. مصر وليبيا تطالبان مجلس الامن بقرار دولي لمواجهه الارهابيين. حكومة الثني تؤيد الضربات الجوية وتطالب بالمزيد. نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بالأمس كان أيضا في صدارة اهتمامات الصحف، ونقرأ من المصري اليوم: الحكومة التصالح في مخالفات البناء وعزل الموظف المدان بالإرهاب، 1500 جنيه شهريا لكل أسرة من ضحايا ليبيا، و100 ألف جنيه لأهل كل متوفى في مباراة الزمالك. ونقرأ أيضا: تأجيل مصير الدوري، وبلاتر يطالب بعودته. ونتابع من صحيفة الجمهورية: رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب: استعدادات الحكومة للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ تصل إلى المحطة الأخيرة، والجيش والشرطة جاهزان لتأمين المؤتمر والانتخابات. غرفة عمليات بين القاهرة وتونس لمتابعة خروج المصريين من ليبيا عبر الحدود التونسية. نتحول إلى جريدة الشروق ونقرأ منها اليوم: غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب. المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات يقول: 212 امرأة تقدمنا بأوراقهن للترشح، وسندرس حيثيات حكم بطلان لجان رصد الدعاية. القوى العاملة تعلن توفير 33 ألف فرصة عمل للعمالة العائرة من ليبيا. جريمة داعش الوحشية ضد المصريين العزل ألقت بظلالها على مقالات الرأي، ولعل أبرزها مقال الدكتور عمرو الشبكي بجريدة المصري اليوم، والذي رأى أن الرد المصري على الحرث جاء سريعا وشافيا لكل المصريين. وتحت عنوان عودة الروح قال في مقاله: أن تثأر لكرامة وطن فتضرب بدون إذن وتبادر بالذهاب للأمم المتحدة لكي تحصل على قرار دولي لمحاربة الإرهاب في ليبيا، ولا تقصر دورك الخارجي على اللحاق بما تفعله أو تقوله أمريكا، هي كلها شواهد على عودة الروح الجديدة. مصر هذه المرة لم تكن بليدة ولا باهتة، وتحركت بقوة وفاعلية، وقد غطى التحرك السريع على مشاكل الأداء الداخلي وفتح الباب أمام استدعاء مشاعر جديدة وطنية صادقة. من المهم أن توظف الاتجاه الصحيح، لقد أضفنا رافدا جديدا بعد سنوات من الغياب، وإذا استفدنا منه فسنتقدم خطوات إلى الأمام. على العالم أن ينتبه الآن إلى الخطر الداهم الذي أصبح يهدده في ظل التمدد الكبير لجماعات الإرهاب وعصابات القتل والدمار، فلا بد من تضافر الجهود لدرء هذا الخطر. في هذا الإطار جاء مقال محمد بركات بجريدة الأخبار تحت عنوان: العالم والإرهاب. على الدول الأوروبية أن تعي الحقيقة الجغرافية الثابتة على أرض الواقع، والتي تقول بأن ليبيا على مرمى حجر من الجنوب الأوروبي الواقع على البحر المتوسط. هذا هو ما أكده الناطق باسم الجيش الوطني الليبي. فهل ينتبه العالم ويدرك أن خطر وجرائم الإرهاب المتنامي هناك سيمتد إليهم ويهددهم في عقر دارهم؟ هناك ضرورة تستوجب مواجهته بكل حسم وقوة، أم أن العالم سيظل على موقفه السلبي تجاهه متوهما بأنه بمنأى عن الأخطر؟ نتحول إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: إيطاليا تدعو إلى إجراء دولي عاجل لمنع انزلاق ليبيا إلى الفوضى. مع تصاعد وتيرة الحرب في شمال العراق، البصرة تسعى للحصول على حكم ذاتي. رئيس الحكومة التونسية يؤكد: معركتنا ضد الإرهاب تتطلب وحدة مقدسة. وجاءت أبرز منشطات صحيفة القدس العربي كالتالي: القاهرة تطالب برفع حظر الأسلحة عن الحكومة الشرعية في ليبيا. واشنطن تختار 1200 شخص من المعارضة السورية لتدريبهم على قتال تنظيم داعش. أكثر من 150 قتيلا في المعارك المحتدمة في ريف حلب، بينهم 70 قتيلا من قوات النظام السوري. للصحف الإماراتية ونقرأ من صحيفة الخليج: الفراغ الرئاسي يستمر، وتأجيل انتخاب لرئيس جديد للبنان إلى 11 من مارس المقبل.
الاحتلال يهدم بوابة القدس للمرة الثامنة، المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك مجددا، واعتقال 13 فلسطينيا في الضفة. أمريكا تنشر 1400 جندي في الأنبار، والأكراد يقتلون 7000 من تنظيم داعش. اليمن، أفغانستان جديدة أو صومال؟ عنوان مقال نطالع تفاصيله من صحيفة النهار اللبنانية، التي أكدت أنه لو كانت مشكلة اليمن محصورة في التنافس الحوثي السني لكان في الإمكان إيجاد حل لها رغم الصعوبات والعوائق المعروفة، إلا أن المشكلة لها العديد من الأبعاد والتداعيات الخطيرة. وأضافت قائلة في هذا الباب: هناك قلق عالمي من إمكانية تحول اليمن إلى أفغانستان العربية مع انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة والتي تخترق أراضيها، أو أن يصبح اليمن دولة فاشلة مدارة من المتطرفين كما هو الحال في الصومال. فاليمن له أهمية كبرى لأنه يحتل موقعا استراتيجيا على مدخل البحر الأحمر، هو ما يجعل أي اضطراب في اليمن مصدر لقلق العواصم الخليجية وللعرب عموما. فهل تظهر أي حلول في الأفق تنهي المأساة اليمنية الحالية؟ ونتحول إلى الصحف العالمية، ونبدأ بأهم عناوين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. أوباما يستعرض برامجه لمواجهة الفكر المتطرف. الرئيس الأمريكي يدعو أمام قمة دولية إلى جبهة عالمية متحدة لمواجهة الجماعات المتطرفة أمثال داعش. من مدرسة أجنبية مصرية في القاهرة إلى حقول قتل داعش، تقرير عن شاب مصري ترك أسرته وأصدقائه وحياته الصاخبة وسلم نفسه لهؤلاء. من صحيفة تايمز البريطانية نقرأ: داعش تعلن الحرب على تراث سوريا الغني، المتعصبون واللصوص يدمرون الكنوز القديمة من جذورها، خبراء الآثار يحذرون من حملة الجماعات المتطرفة على المعالم الدينية القديمة، 450 حالة تدمير مواقع أثرية في سوريا منذ يوليو من العام الماضي، بوتين خطر حقيقي على دول البلطيق، تحذير يطلقه وزير الدفاع البريطاني. من أبرز عناوين صحيفة ديفلت الألمانية: كييف تقترح مشاركة جنود الاتحاد الأوروبي في شرق أوكرانيا. سفير أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي يدعو لاستدعاء فكرة جديدة لملعب الأزمة الأوكرانية. البغدادي زعيم داعش لن يكون بن لادن الجديد. معلومات شحيحة عن الرجل الأكثر إثارة للرعب في العالم، لكنه يبدو أشد قسوة من بن لادن. إلى الصحف الإسرائيلية، وأبرز عناوين صحيفة هارتس: رئيس أركان حرب إسرائيل يؤكد صداع على كل الجبهات، الاحتكاك مع حزب الله قد ينتشر عبر سوريا، واتفاق نووي سيء محتمل مع إيران، والتوتر يتصاعد في الضفة وغزة. في أول رد فعل على نشر مخالفات مالية ضده، نتنياهو يزعم: ليفني تهدد إسرائيل كرئيسة للوزراء، وتقرير الفضيحة المالية تعد ستارة من الدخان للسماح لليفني للتسلل للمنصب. الأزمة الأوكرانية كانت محور افتتاحية صحيفة الجارديان البريطانية، التي أكدت أن انتهاكات وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي فقط تؤكد أن أفضل رد على السياسة الروسية في أوكرانيا هو اللعب بورقة الاقتصاد. تقول الصحيفة: كان واضحا بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أن كلا الجانبين سيسعى بضراوة للاستيلاء على أي أرض ممكنة قبل دخوله إلى حيز التنفيذ، لكن ما حدث هو تخطي الحدود الحمراء، حيث ضغط الانفصاليون ومن ورائهم الروس بشدة خلال الأيام الماضية في محاولة لكسب الوقت والتذكير بأن الوضع العسكري في أوكرانيا غير متوازن، ولم يبقى سوى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في أوكرانيا كبطاقة أولى في التعامل بالنسبة لكييف وحلفائها من الغربيين، بعيدا عن مخاطر التصعيد العسكري. ختام الجولة، شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء على رأس الساعة بمشيئة.